تحديات يا ما فرقت اخوات يا ما وقعت شنبات يا ما كبرت فعيان يا ما صغرت بشوات واحنا في زمن مادي وكله دام الجيب خلاص مليان كده خلصت الحسابات يا ما قلبت اوجاع يا ما غيرت اوضاع يا ما رخصت غاليين يا ما بينت انواع يا ما فتحت ابواب يا ما قفلت ابواب يا ما خربت في بيوت يا ما طمعت بياع اللي شريكوا وتبقوا منظر أرفان من كتر ما تحط علينا جربنا حظنا بيدينا أدينا بالهم رضينا والهم دايما مش راضي شكرا الله
وسيقع. شكرا الله وسيقع. شكرا الله وسيقع. شكرا الله وسيقع. يا الله. الله يرحم. سبت العزا ليه يا مروان؟ مش عايز ولا كلمة. مروان فين نادية؟ البت دي لازم تدفن بالحياة. عايز أشوفها وهي بتموت قدام عيني. سمعني ولا لا؟ خليكي مع الحريم، يمكن حد يوسع حاجة. مروان اوعى عقلك يقول لك إنها مرة وتسيبها، لا. البت دي لازم أن تتقطع 100 حتة. وإذا كنت خايف الناس تلومك ولا تقول كتاره من مرة، سيبها لنا وهو يبقى من مرة لمرة. يا نادية كان فين؟ اللي عملتيه في روحك ده مش هيسيبوكي، مش هيسيبوكي، هيدفنوكي حية يا بنت عبد السلام، هيدفنوكي حية. أعمل إيه؟ أعمل إيه وأروح فين؟ أعمل إيه؟ منك لله يا عمتي، منك لله، منك لله. في اللي بنت اخوكي عملته فينا. اتكلمي يا كريمه. ساكته ليه؟ ما تسيبينيش كده. اللي عملته ناديه هيجي فوق دماغنا كلنا. واللي اكتر من كده مرات البيه اللي حامل. تقصدي مين؟ فريدة طبعا. يعني ايه؟ يعني حسن بخ خلاص بقى في ديل وفي جيب اخوه، بيعمل بوصية المرحوم. يا حسن لازم تبقى في ظهر اخوك
وحميه ورجله. يعني ايدك منه والارض. يعني ايه؟ يعني احنا خلاص بقينا بنحرمهم؟ كل اللي احنا عملناه بخ؟ معاها يا كريمه؟ لا ده انا هدي البيت ده واولع فيه. ولا تهدي ولا تولعي. البيت ده مش لازم اي حد يبقى له حق فيه غيرنا احنا. لا فريدة وابنها ولا مفيدة وابنها. بقولك ايه؟ انزلي اقعدي تحت في العزا، ما نبقاش احنا الاتنين هنا، لازم حد فينا يبقى تحت. مش قادرة، مش قادرة اشوف الناس اللي تحت دي. يا بنتي اسمعي الكلام وانزلي عشان خاطري، دي ناس عقلها صغيرين. يلا يا حبيبتي انزلي. قاعدة لوحدك ليه يا زينب؟ ده أنا قلت هلاقيكي قاعدة تحت مع البنات. زعلانة قوي؟ آه زعلانة. أنا مش حاسة إن أنا زعلانة. دي حتى الدموع جامدة في عيني مش عايزة تنزل. بس أنا خايفة على نادية قوي. خايفة على نادية أكتر من زعلي على عبد الحكيم، ودي حاجة مخوفاني قوي. ما تفكريش كتير، مش عايزاكي تأنبي نفسك. أنا ليه عندك طلب واحد بس، صفي قلبك. زمان لما كنت بسمع إن في حد قتل حد أو حد اتخانق مع حد حتى، كنت أستغرب قوي وأقول إزاي الناس تعمل في نفسها كده. دلوقتي بقيت الاقي نفسي 100 مبرر ومبرر. اقولك على حاجه مخوفاني من نفسي قوي. ايه هي؟ انا مش بس مش زعلانه ان عبد الحكيم مات، لا ده انا حاسه براحه، حاسه انه ده حقي وحق ابويا الله يرحمه وذنبه. بس ده مخليني احس ان انا بقيت وحشه قوي من جوايا. انا زمان كنت عايزه اوقفه قدامي في المحكمه، كنت عايزه اكسره، كنت عايزة أفهمه إن الكبير في اللي أكبر منه، كنت عايزة أهزه وأحسه إنه ضعيف. لكن عمري ما تخيلت إن هيجي عليا يوم وأبقى مبسوطة. بس أبقى مبسوطة إنه مات يا زينب، إنه مات. شجيجي وريحة أمي فيه أمانة يا حصل جبر، خليك حنين عليه أمانة يا مغسل قبل ما تغسل العين، ميل علي وقوله أختك تروح لمين؟ بالله عملوا جبر أخويا زين،
أخويا كان غالي وكحل العين، بالله اعملوا قبر أخويا مليء، شباك يكون عالي يخش منه الريح، عارف قلبي عليك أخويا. يا عبد الحكيم، بعد ما دقت في البيت مسمار مرار رحت وارتحت وهملت لنا لكريمة وسمها. يا قلبي تعال يا شمس. أما حسن بيقول لك في ناس عايزينك. شوف يا بنتي، حسن طيب وبت كريمة لفت وخلاص في باطها، مروان ماشي ورا الحريق، وزينب عرفت كيف تخليه يطوع، واحنا يا بت لو غمضنا عينينا ما هنلاقيش مكان لتوينا. فاهمة شمس؟ فاهمة يا يابا. طب ما تعوجيش عشان الناس اللي مستنيينك. روحي وانا جاي. حاضر. كسرة قلبي عليك يا عبد الحكيم، يا قهرة نفسي عليك يا أخويا. ما تسألها هي، انت عايز نسألها عشان تعملها لي شغلانة؟ طب روح روح.
شفت يا عبد الحكيم، شفت اللي عملته؟ جبت كريمة في البيت مسمار خراب، وديك عرفت إن أنا كنت صح. يا سلام، كنت زعلان عشان بكرهها؟ أقول لك بكرهها، وبكرهك أنت كمان، ومش حزين عليك، بس وحياة اللي خلقك واللي رحت له كريمة اللي حتتهنى ولا حتشوف يوم حلو في حياتها لحد ما ابعتها لك على يدي إن شاء الله. هتفضلي قاعده كده كتير ولا ايه؟ قومي يلا، النسوان تحت عايزين حاجات كتير قوي. انا ما فاضياش، بنيم عبد الحكيم. عبد الحكيم مات الله يرحمه، بس لسه ولده حفيده في الدنيا، اسمه هيبقى باقي وعالي ومش هيتنسي. قومي روح امك. يدك إلا وعزة جلالة اللي اقطعها لك. تقطعي ايد مين يا خدامة انت؟ كلنا هنا خدامين البيت الكبير، وبعدين انا ما فاضياش، انا بنيم والدي الغالي البكري، الحفيد اللي شافته عن جد الله يرحمه، واللي شاله بيده، واللي حسن عمره ما هينسى ان ولده مني هو اللي جده باسه في جبينه، هيبقى هو اللي على الحجر. شكلك مش واخده بالك انت ايه يا مفيد. انا مرت حسن والد عبد الحكيم. بقول لك ايه، هو انت يا مفيده متاكده ان الواد ده ابن حسن؟ نعم. اصل انا بصراحه مش داخل دماغي الحكايه دي خالص، حاسه ان الموضوع في ايه. قومي يا روح امك، قومي شوفي الناس اللي تحت عايزه ايه. يلا قومي يا بنتي. يلا بتعمل ايه؟ كويس انك جيت. خير؟ انا خايفة، قلبي مش مطمن. في ايه مالك؟ ريتال، انا مش عايز اسمع ولا كلمة، ومن هنا ورايح لا عايز اسمع لا منك ولا منها اي شكوى. كل واحدة فيكم تحط لسانها في خشمة، وتعرف انها في البيت ده زيها زي الكرسي اللي قاعدة عليه. طب مش تسمعني؟ لو مش عايز اسمع حاجة قلت دي جات هنا. امور الحريم دي تصفوها بينكم وبين بعض، مش عايز اسمع شكوى من اي واحده فيكم، واللي هتشتكي هطلقها. انتهينا، يلا عشان الناس اللي تحت. وعبد الحكيم قولي شمس تقعد بيه. ايوه شمس تقعد بيه، لكن الخدامه هي اللي تنزل تخدم وتخدم على الحريم، مش كده؟ كلمه تاني، هتاخدي بعضك وتطلعي بره البيت، ومش هشوف وشك هنا تاني. من هنا ورايح اللي اقوله تنفذيه من غير ولا كلمه، وانا مش هعيد الكلام ده تاني.
انت ايه اللي وداك المفيدة؟ ريتال، لو سمعت انك رحت المفيدة تاني او اتكلمت معاها يبقى انت اللي نهيتي اللي بيني وبينك. لحقت تسخنك عليا؟ سمعت انا قلت ايه؟ تقومي تنزل يدك في يدها وتشوفي طلبات الناس اللي تحت، فاهمة؟ فاهمة يا حسن. حاضر، عينيا اللي تؤمر بيه. هو انا اقدر اوصل لك كلمة؟ دقيقتين وتبقي تحت. عدمك خسارة يا زهر في جنينة، يا عمود بيتك، يا زهرة العين. عدمك خسارة يا وردة في مشنة، يا عمود بيتك، يا زهرة الجنة. خليك عينين علي يا كبر، عبد الحكيم كان راجل زين. احنا مش هنمشي؟ اسكتي، حد يسمعك. وانا ذنبي ايه اجي معاك وما كنت استنيت في البيت؟ هو انت فاكره فرح تيجي بمزاجك ولا ما تجيش بمزاجك؟ ده عسى. بس انا متضايقه. معلش تعالي على نفسك شويه. عارفه الراجل دوت كان فيه شغل كبير قوي بينه وبين دادي، فلازم يجي يعسي ويعمل الواجب. انت فاهمه؟ وبعدين ما بقيتيش صغيره، لازم تفهمي. انا الحقيقه بلوم نفسي، كان لازم اجي بدري عن كده عشان اطمن عليه. لكن اعمل ايه؟ انا كنت بره مصر. انا عارف يا محرم بيه بجد اللي ساعدتك فيه. الله يرحمه ويحسن اليه. حضرتك هتسافر ولا هتقعد هنا؟ لسه مش عارف يا مروان. انا كنت عايز اكلمك في الموضوع ده، بس كنت مستني لما الحاله تهدى وانت كمان تستريح. ربنا يخليك. بقاء لله. شكر الله سعيكم. بقاء لله. سعيكم مشكور. فين نادية؟ مروان انا مش عايز اعمل معاك مشاكل، وانت فاهم طبعا انا اقصد ايه. قهوتك ايه يا حضرة المأمور؟ اتفضل. سعيكم مشكور يا محرم بيه. صح، انا عملت كل ده، كان ممكن اعمل اكتر من كده كمان، بس معذوره. ولا يعني كنت أهم الكريمة تاخد اللي ورانا واللي قدامنا. وديك شفت يا صاحب المقام لما دخلت البيت، دخل معاها الخراب، والشياطين عششت في البيت. خدت عيالي تحت بعضها وجسد قلبهم علي. قال لي يا حاج اعملك ده ولا مليش يا صاحب المقام؟ مليش حق. يا رب يا ساتر، جيتك على راسي والله يا محرم بيه. اتفضل. اعملوا عشاء.
احنا لسه هنقعد؟ مش هنقعد ولا حاجه، هنمشي خلاص. اتطمن. اتفضل يا ابو حرام بيه. شكرا. اتفضل يا بيه. حسن اخوي اظنك تعرف يا ابو حرام بيه. انا طبعا اعرفه، لكن هو ما يفتكرنيش. محرم بيه صاحب ابوك الله يرحمه الروح بالروح. تعرف السرايا اللي في اخر البلد؟ مقفوله. ايوه السرايا دي طوقه بتاعت محرم بيه. نورت البلد. انا كان بيني وبين ابوك شغل كتير. افهمك انا كل حاجه، بس استعجل العشاء. لا لا لا، عشاء ايه بقى؟ اصل احنا جايين من المطار على هنا على طول. احنا يا دوبك نروح نستريح. لا تروح فين؟ تبتي هنا، وبعدين هتلاقي السرايا فيها تراب كتير وعايز تتنظف. بكره الصبح ان شاء الله هبعت لك حد ينظفها عشان تقعد فيها على رواقه. انا بعت الناس نظفوها من يومين ثلاثه. بقول لك ايه؟ انا عازمك بكره على الغدا. وهات حسن معاك. تحت امرك يا محرم بيه.